ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك. لسه المباراة غير ممتعة. تمريرة أمامية من محمد عبد الله وهوبا، والهدف الأول عملها والله الغاني أجوجو، يتألق ويتجمل في هذا الحوار وينوب عن مين؟ ينوب عن الداهية، ينوب عن الدبابة البشرية عمرو زكي، ويضع البطاقة الأولى لنادي الزمالك في هذا اللقاء والبطاقة الثانية لهذا الموسم بعد قدومه إلى القلعة البيضاء. الغاني أجوجو المتألق في الفترة الأخيرة والمتألق دائما مع المنتخب الغاني والذي كان غير موفق تماما مع الزمالك، لكن بيقول إيه؟ هو بيفتح النهاردة أحمد المحمدي، لكن الكلام ده لسه عليه بدري. أدي العادة قدامنا للهدف، أجوجو ينتقل كده فوق الجميع بالحركة اللي يعني بهدف مقابل لا شيء للغاني جونيور أجوجو. تقبلوا تحياتي أحمد فؤاد، استراحة وعودة مع بداية أحداث الشوط الثاني، لكم تحياتي بعد فاصل قصير، عودة للتحليل من جديد، واستاذ مصر.